بآي ويتنس اليوم رح نحكي عن موضوع بعده بيوجع لهلا، عن موضوع ما التقى له حل كمان لهلا، عن موضوع المفقودين من بعد الحرب اللبنانيه. رح نعالج هالموضوع مع السيد طارق وهيبي. صباح الخير طارق. صباح الخير. حضرتك متحدث الاعلامي للجنه الدوليه للصليب الاحمر. صح. بلبنان. اليوم رح نحكي من وجهه نظر اللجنه الدوليه وعملها على الارض. واستاذ ميشيل يونس، اهلا وسهلا فيك. أهلا. حضرتك يعني موجود معنا لحتى تعطينا هيك شهاده حياه عن ثلاث اخوه انفقدوا بايام الحرب، يعني بس من مجرد ذكرهم بيخلي قلبنا يعصر ويزعل. رح منفوت أكثر بالتفاصيل معك خلال الحلقة اليوم طارق. اللجنة الدولية اليوم عم تهتم بهيدا الموضوع. صح. بالذات بلبنان، ولكن هيدا طبعا مش اهتمامها الأول والأخير، اهتمامات كثيرة لهاللجنة للصليب الأحمر، ياريت تعرفنا شوي عنها أكثر. صحيح. هلأ نحن كلجنة دولية للصليب الأحمر صرنا موجودين بلبنان من 1967. بدأ عملنا بلبنان كان أول شيء وقت أزمة اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، وكملنا بلبنان خلال الحرب اللبنانية من 75 ل90، وبعدنا موجودين من وقتها هون. نعم. عملنا بيكون موجود وين ما كان بالعالم، بس يكون في نزاعات مسلحة يلي بنحاول نعمله أنه نجرب نوصل مساعدات للعالم. النشاطات تبعنا فيها تتضمن نشاطات صحية أو نشاطات خاصة بموضوع المفقودين ونشاطات طوارئ كمان يمكن طبعا، وكله تحت القانون الدولي الإنساني. نعم. وأكيد تحت سقف الصليب الأحمر مثل العادة طبعاً. اليوم أو بهالفترة هيدي مرق لبنان بنزاعات كتيرة، مرق لبنان بحروب كتيرة، وصار في مفقودين كتير. قدي تقريبا اليوم قلت لي ما في عدد محدد، ولكن في عدد تقريبي شوي. هلأ العدد اللي عادة متداول بلبنان بالإعلام وبين الجمعيات هو 17,000 مفقود، ولكن نحن ما فينا نأكد هذا العدد 100%. نحن بعدنا عم نشتغل على الملف. بال 2012 جينا اطلعنا لقينا انه بطل في وقت، في عندك جيل العيال المفقودين بلبنان، بلش في كثير بيناتهم في ناس عم بتموت ما عم تعرف مصير ولادها، فجينا نحن استلمنا هذا الملف. صار الجيل الكبير يروح من دون ما يعرف شو عم بيصير، من دون ما يعرف مصير ولاده. والمشكله كانت انه ولا مره انعمل اليه بلبنان لحتى تتطرق لهذا الموضوع بشكل فعال. فجينا بال 2012 قررنا نبلش نحن نتطرق لهذا الموضوع. نعم. بلشنا نجمع شيء بنسميه نحن بيانات ما قبل الاختفاء، يلي هو بنروح بنقعد مع العيال، بنقعد معهم ناخذ تفاصيل مفصله عن ظروف الاختفاء، عن هذا الشخص، بناخذ حتى دنتل ريكوردز عن الشخص، لحتى النهار يلي بنقدر نقر قانون للمفقودين يلي هو قانون تقدم للدوله اللبنانيه بس ناطر انه يتوافق عليه، بنسلم كل هالبيانات للدوله اللبنانيه لحتى تقدر هي تبلش عملها بهذا الملف وتكون هي عم تكشف مصير العالم المفقودين، لانه هيدي صلاحيه الدوله اللبنانيه. يعني اليوم عم بتكونوا نوع من ارشيف خلينا نقول مع بعض العمل على الارض، ولكن مش العمل الفعلي لكم، ناطرين لحتى الدوله تستلم هالموضوع. هو اكثر من ارشيف تحقيقات. هو اكثر من ارشيف، لانه المشكله الاساسيه مثلا اللي واجهناها انه كان عندك مشكله انه بلبنان ما كان في لائحة رسمية بأسامي المفقودين. نعم. فما عندك عدد مفقودين واضح، كان ما عندك وين هالعالم، مين عيالهم، مع مين بدنا نروح نحكي. فهيدا كان أول مشكلة عنا إياها بأنه بس طرقنا بهذا الملف. أكيد طبعا في الجمعيات اللبنانية اللي كانت عم تتعامل بالموضوع، يعني في عندك ناس مكرسة حياتها لهذا الملف، أعطيونا كل المعلومات الموجودة عندهم. الدولة اللبنانية كان عندها شوية معلومات كمان سلمتنا إياهن، وبلشنا نحن نشتغل على هيدي اللائحة. طبعا بعد ما خلصت بعدنا لهلأ نحن عم نعمل انترفيوز مع عيال ونروح نقعد معهم. وطبعا كمان لما يكون عم نتطرق لهيدا الملف بالتحديد، مش فقط نروح نقعد مع العيال ونحكي معهم، في عندك عيال كان عندها احتياجات نفسيه عم نجرب نغطيها، في عندك حتى عيال كان عندها احتياجات ماديه، في عندك ناس رحت لها كثير شباب، في عندك نسوان صارت لحالها كمان، طبعا نجرب نحاول نساعدهم. عيال كلها تشتتت وتفتتت مثل حاله عائله ميشيل يونس. ميشيل اليوم 30 اب بيحتفل العالم كله بالنهار العالمي للمفقودين، طبعا يمكن من اتعس الايام بحياتكم. لليوم بعد ما نعرف شيء، ثلاث أخوة انخطفوا بذات النهار. نعم. شو صار؟ أنا من ضيعة بشوف اسمها كفر أطرة، بحرب الجبل سنة 83 انفقد لي ثلاث أخوة بالضيعة، ووقتها تحركنا يعني على الأرض لحتى نعرف مصيرهم. عملنا تواصلنا حتى مع الجهة الثانية يعني المنطقة الثانية، وصلنا نشوف كل إنسان مفقد له، وتعاوننا كلنا مع بعضنا وشكلنا لجنة من الأهل، وكنت أنا أحد أعضاء هذه اللجنة، ولزمنا الدولة أنه تهتم بالموضوع. عطلونا وقتها ضابط من الدولة وعن الأحزاب كان اللي هي موجودة على الأرض، عطلونا مندوب عن كل حزب، وكنا نجتمع مدورة بسباق الخيل كل أسبوع،
ونعطي المعلومات اللي عندنا اياها لما نجوب الحزب. اذا انا عندي معلومات كيف وين راحوا وكيف انخطفوا وكيف هيك، اعطي هالمعلومات لما نجوب الحزب اللي هو موجود عندي فوق ليعطيني اجوبه بالاسبوع الثاني اللي بيكون فيه اجتماع. عرفتوا شيء من وقتها؟ ما قدرنا نوصل لاي نتيجه ولا اي شيء بالحقيقه، ولا نتيجه يعني ابدا ابدا، ولا مين ممكن يكون اخذهم، ولا لوين كانوا موجودين، ولا اي شيء. قد كان عمرهم بوقتها؟ 27 يعني. شو أسميهم؟ ناجي 27 سنة، 27 سنة، جريس 32، مارون 34 35. ومثل ما كنت عم بتخبرني انه ما كان لهم علاقة بولا اي حزب أبداً حتى أبداً طائفيا يعني ما ابدا ابدا. نحن من الناس اللي عندنا اصحاب بكل الناس، ورفضوا يطلعوا من الضايعة. نعم. لأنه ما عندنا حق يعني، ما انغمسنا بشيء، ما عندنا عائدنا شيء يعني، عندنا أصحاب بكل المنطقة اعتبروا أنه آمنين قاعدين بمطرح آمن، وتفاجأنا أنه يعني حتى طارق مثل ما كان عم يخبرني ميشيل أنه هني من الجبل، وبالجبل في تعدد طوائف، يعني ما كانوا ينتبهوا مين من هالطائفة ومين من هالطائفة، ولا سياسيا ولا طائفيا، لسبب من دون سبب هلا نحن يعني انخطفوا هيك مع العيال. في عندك ناس انخطفت من وين ما كان، ما في جهه ما كانت عم تخطف، ما في حدا ما كان دخلوا بهذا الموضوع، وفي ناس مش من احزاب ومش من عفوا يعني، في ناس ما لنا تابعه لولا اي طرف سياسي. ليه ابدا يعني كان يعني الناس اللي بتنفقد ما حدا عم يعرف بالضبط ليش او يعني باغلبيه الحالات يعني الناس اللي انفقدت هذا كان وضع، ولكن المفقودين موجودين بكل لبنان. واليوم بالتحديد لانه نهار العالم للمفقودين، نحن موجودين بكل لبنان وعم نعمل اليوم في عنا ذكرى للمفقودين بطرابلس عم تصير ببعلبك وبسور. نعم. للأسف نحن عادة كمان كل سنة عنا واحدة بنعملها ببيروت بحديقة جبران، يلي مطرح ما أهل المفقودين صار لهم 10 سنين حاطين خيمة تحت، اللي هو واحد من أطول الاعتصامات بالعالم كرمال هيدا القضية. للأسف مع الظرف يلي صار بلبنان واللي صار بهالكم يوم ما قدرنا نعملها اليوم ببيروت. هذا الشيء تأجل، إن شاء الله نقدر نعمله بالمستقبل. بس الفكرة كمان كتير مهم نضوي على فكرة إنه بخلال الأربعين سنة اللي مرقوا لبنان كل يلي قطع فيه دائما ما في أولوية لهذا الملف، دائما هذا الملف بيروح على الأخير، ودائما نسمع عم بيطالبوا فيه. صح، يطالب فيه، ولكن في مسؤولية، يعني في مسؤولية على الإعلام، في مسؤولية على الدولة اللبنانية، وفي مسؤولية على الشعب اللبناني وعلى المجتمع اللبناني إنه يضل يتطرق لهذا الموضوع. بغض النظر عن شو عم بيصير بلبنان، بغض النظر إذا الوضع منيح أو مش منيح، في عالم عم تتألم، في عندك ناس بعد عندها مفقودين، في عندك ناس بعد ناطرة. طب شو لازم يعني، شو المطلوب تحديدا؟ يعني حضرتكم عم بتشتغلوا وحضرتكم عم تجربوا تلاقوا ولا إنه خيط صغير، ولكن الأمر كتير صعب ومعقد. يعني شو المطلوب اليوم طارق؟ هو كتير سهل يا المطلوب. المطلوب هو أنه هلأ بما أنه في قانون للمفقودين، هذا القانون تقدم للدولة اللبنانية. هذا القانون إذا أقر بيصير من وراء في تشكيل للجنة من الدولة اللبنانية هي بتهتم بهذا الملف، نجي نسلمه أن احنا كل المعلومات، فينا نقدم أي دعم معقول تطلب الدولة مننا، نحن مستعدين نقدمه، وهي ساعتها بتصير فيها تكشف مصير المفقودين. يعني في عندك لانه انتم ما لكم حق تعملوا هالشيء، مش ما لنا حق، ما لنا صلاحيتنا. نعم. حتى مش عملنا يعني، حتى نحن العمل يعني عم نعمله بهذا الملف حاليا بلبنان هو نوع استبدال شوي لعمل المفروض ينعمل من الدوله اللبنانيه. فالفكره نحن بس نسلمهم هالمعلومات الدوله اللبنانيه، بصير هي فيها مثلا بيعرفوا انه مثلا هون في بقايا عالم فيهم يربشوا قبور يجربوا يحلوا. في عنا نحن فريق جنائيات بعده اصلا هلا موجود وعم بيمرن الاطراف اللبنانيه على يعني الدوله اللبنانيه على تقدر انه تعمل هذا الشيء. فالفكره نحن مستعدين، بس المهم انه يقر هذا القانون لحتى نقدر يعني بيصير في خطوات على الارض اكثر ملموسه. صحيح. خلينا نقول وممكن توصل لنتيجه. صحيح. معينه. اليوم ميشيل شو عم تشتغلوا على الارض انتم كعائله؟ وقلت لي انه ثلاث اخوه عندهم مع بعض يعني 10 اولاد، كيف صارت الحياه؟ شو عملتوا من بعدها؟ فقدتوا الامل؟ ما فقدتوا الامل؟ شوفي اكيد مرقنا بظروف اكيد كثير صعبه، لانه تركنا ضيعتنا ونحن من المقيمين فوق، وما كانش عندنا نحن ببيروت او بالمنطقه هون بيوت او شيء، كنت انا وحده ببيروت يعني عندي بيت. نعم. واجوا كلهم لهوني، واكيد كان الوضع صعب كثير، لا قدرنا رتبنا الوضع، عندهم 10 اولاد صغار، تعذبنا وماشي الحال. وهلا بنتمنى انا اشتغلت مطلق مفقود، مطلق انسان، اذا فيني خلصه فيني اجيبه فيني ايش عوينه، من اي لون من اي طائفه من اي موديل، ما عندي مشكله. وهلا بتمنى على الدوله اللبنانيه انه هالملف هو بين ايادي امينه مع الصليب الاحمر الدولي، جهه محايده، انه تتعاون
وننهي هالعملية عند كل الناس. أنا جزء من هالبشر اللي أيا كانت النهاية، إن كانت نهاية سعيدة أو نهاية حزينة ومؤلمة، نتمنى إنهاء هذا الملف للناس ترتاح. نعم نعم. كيف أنتم كعائلة أو كعائلة المفقودين، بما أنه في تعاون دايم مع بعض، كيف عم تساعدوا لحتى ينشغل أكثر على الموضوع، أكثر من هالمعلومة الصغيرة يمكن يلي بتقدروا تعطوها؟ لقلك نحن، قلت لك نحن تحركنا، ولما حدا الدولة والأحزاب اللي كانت على الأرض اللي مسؤولة عن هاللي صار، ما كان في تجاوب من حدا. يعني أحبطنا وبطلنا نتعاطى بالعملية. هلا نحن مستعدين، شو بيطلبوا منا الصليب الأحمر الدولي، شو بيطلب الدولة، شو نحن، شو معلومات عنا، شو نحن جاهزين نعطيها. وعم بقول لكل لبنان أنا جزء من هالعملية، نقدر ننهي هالعملية ونريح الناس اللي ويريح قلبكم. أكيد أكيد طبعا، ويصبركم يعني بعد هالعمر كله. منا قليلة، منا قليلة طارق، إنه شخص ما يعرف إذا متوفي أو مش متوفي، شخص ما يقدر حتى إذا شخص متوفي يدفنه ويصلي له. يعني إنسانيا شو بينعمل بهالموضوع؟ إنسانيا شو بينعمل؟ أنا من كم يوم في كان إخوة شخص مفقود، توفيت أمهم مش من زمان، قالوا لنا آخر شيء قالت لهم إياه، أنا حنبش عليه تحت الأرض، ضلكم أنتم نبشوا عليه على الأرض. هيدا آخر شيء قالته. ضروري نعرف قد ايه هذا الشيء بدق بالعالم، وضروري ينفهم قد ايه العالم تتعذب وقد ايه مرات بتلوم حالها. في عندك ناس كل يوم بالليل ما بتقدر تنام، بتقول طب بركي احوش مطرح، في ناس بتترك لهم المفتاح على الباب بركي وصل. يعني ضروري ينفهم لاي درجه في ناس عم بتعاني، ضروري ينفهم لاي درجه عندنا مسؤوليه كلنا انه نبت بهذا الملف، لانه هذا الملف بينبت. الخوف من انه معقول يكون هذا الملف حساس منه كثير دقيق، لان احنا بخبرتنا كلجنه دوليه للصليب الاحمر باي بلد ثاني وين عملنا هذا الشيء وين كشفنا عن مصير المفقودين، بغض النظر عن اذا كان في حروب اهليه او شو ما كان فيه، هذا الشيء خفف من الوضع اللي كان موجود بالبلاد. نعم. وبالعكس يعني هيدا موضوع انساني. نعم. منه نعم. سياسي. نعم. رح منفصل بعد هالموضوع، رح ناخذ وقفه قصيره ومنتابع. طبعاً حديثنا بآي ويتنس، حديثنا عن المفقودين وملف المفقودين مع طارق وهيبة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيد ميشيل يونس يلي كان عندكم تجربة كتير بشعة بهالموضوع. كنا عم نحكي عن قدي هالشي إنساني وقدي مؤلم، وبعده لهلأ حتى ولو مر 20 و30 و40 سنة الوجع بعده ذاته لحديث ما نلاقي نهاية، مثل ما كان ميشيل عم بيقلنا، إن كانت سعيدة وإن كانت مش سعيدة أبداً يعني، والأرجح إنه هي عم بتكون حزينة حالياً. مين عم بيساعد بهالموضوع؟ كنا عم نقول إنه في جمعيات كثيرة معنية، قد عم بيكون في تنسيق بينكم وبينهم؟ هلا طبعاً في جمعيات كثيرة اشتغلت، يعني عم تحكي حتى من السبعينات والثمانينات كانت عم تشتغل، يعني في عندك Act for Disappeared، في عندك Solid، في عندك ناس معينة كرست حياتها كاملاً لهيدا الشيء، بين تنسيق وداد حلواني مثلاً. فالفكرة أنه يلي صار أنه دايماً نحن في تنسيق معهم، خاصة من ناحية أنه نلاقي العالم اللي عنده ناس مفقودين، فهذا التنسيق دايماً موجود. وصار في تنسيق كتير كبير لما نحن استلمنا هذا الملف بال2012، وين كل هالجمعيات اجت عطيتنا كل المعلومات اللي موجودة عندها وحطت ثقتها كلها فينا وعطيتنا كل اللي موجود عندهم. بس طارق المعلومات قديه مهمة، يعني 17,000 بعد ما التقى ولا أي شيء عن ولا أي حدا، يعني ليه المعلومات هالقد قليلة؟ ليه عم بيكون فيها الانعدام بالمعلومة، انعدام بأنه نلاقي ولا أي شخص منهم؟ لا لك شو المشكلة، ما أنا بالمعلومات، المشكلة بالفعل. يعني نحن لما نروح عند العيال وناخد منهم تفاصيل عن شو صار وليش، هيدا كل البيانات اللي نحن عم نجمعها نهار يلي مثلا الدولة اللبنانية بتجي بتقول مثلا طيب نحن صار فينا، جينا قرينا القانون صار فينا مثلا ننبش قبور جمعية او اي شيء اللي موجود، بنعرف انه بالمنطقة يعني الارجح هو انه الجواب بهالقبور الجمعية. طبعا طبعا طبعا، قبل ما نبلش نعمل هذا الشيء وقبل ما يكون في عمل فعلي، لانه في عندك ناس بيقولوا لك نحن مفقودين مثلا صاروا بغير بلاد مثلا او صار محبوس بغير مطرح، فالفكرة انه هذا الشيء بده عمل
من الدولة اللبنانية. هذا الشيء ما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل لينبت. ولكن نحن على الأقل بس يكون عندنا هذه البيانات، الدولة بتعرف مين عن مين عم بتنبش، وين لازم تنبش. وحتى هلا إن شاء الله يلي عم نحاول نعمله نبلش ناخذ بيانات بيولوجية يلي هي بناخذ من العيال سامبلز حتى نقدر نشيل منهم دي إن إي شي نهار لحتى نقدر نستعمل. كان عندكم حملة توقفت حاليا، شو كانت مزبوط. شو كان النشاط ولا شو كان عندنا حملة كتير كبيرة لحتى نسلط الضوء على هذا الشيء. الحملة كانت الهدف الأساسي تبعها إنه نفرجي إنه ما بقى في وقت، لأنه في عندك جيل عم بيموت بلا ما يعرف مصير ولاده. وكان كمان بنسلط الضوء على إنه مزبوط يمكن حربنا انتهت، بس حرب بعد ما انتهت ما حدا منهم قدر يصفي النتائج بعد ما كمل لليوم. فالفكره انه هذه الكامباني للاسف مع كل الوضع اللي عم بيصير طبعا جبرنا ان رح تاجلوها، حتتاجل اكيد لوقت ثاني، ونشاطات ثانيه كمان رح نشاطات كله حيضلوا ماشي يعني. في عندنا نشاطات على الارض بعد هلا عم تنعمل مثل قلت لك اليوم بطرابلس وبيسور. في امل بتعطي الدوله بالموضوع؟ هلا نحن دائما في تواصل تام مع الدوله ودائما في تجاوب من الدوله اللبنانيه. نعم. ولكن الظروف تبع البلد ولا مره عم تسمح لانه يتاخذ هذا القرار. نعم. ولكن ان شاء الله املكم كبر اليوم بوجود اللجنه الدوليه للصليب الاحمر ميشيل. اكيد ان شاء الله خير. انا بدي اتمنى لكم انه تنتهي هالقصه، اكيد ان شاء الله بتنتهي على خير. يعطيكم الف الف عافيه باللجنه كلها وبالصليب الاحمر كله بشكل عام. اهلا وسهلا فيك طارق وهيب المتحدث الاعلامي للجنه الدوليه للصليب الاحمر. اهلا وسهلا فيك استاذ ميشيل يونس. نحن شكرا للام تي في كمان اللي فسحت المجال انه هالملف يتضوى عليه، وان شاء الله نوصل نحن والاخبار ان شاء الله نهايه سعيده ان شاء الله يا رب. اهلا فيكم. رح ناخذ وقفه قصيره ومنتابع ام تي في لايف. We'll be right back.